اليوم متواجدين في منطقة يمرة، بالتحديد مقابل مشروع بروج رزدنس. بروج رزدنس يعتبر من إحدى مشاريع بروج العقارية. حاليا نحن في الساحة الخارجية للمجمع. زي ما تشايفين عندنا الألعاب الأطفال، المساحات الخضراء، الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى الكميليات اللي هو الجلسات العائلية، بالإضافة إلى المواقف المغلقة اللي إحنا حاليا فوقها، ومقابلنا أيضا مواقف مغلقة. زائدا تحت البرج سي، بين البرج سي والبرج دي، موجود مسبح مغلق وصالة فتنس خاصة بالمجمع. أعطيكم ميزة ثانية، مشروع بروج رزدنس الشقة اللي بتاخذوها تعتبر شقة استثمارية، تقدر تستثمروها عن طريق مكتب رحال للسياحة. تعالوا مع بعض نديكم فكرة كاملة عن الشقة هذه وإطلالتها ومميزاتها. وصلنا الدور الرابع. زي ما قلت لكم في كل مبنى موجود مساحتين. الدور الرابع شقة رقم 7، مدخل الشقة من هنا. المنطقة اللي احنا فيها منطقة موزع للغرف، أرضياتها سيراميك. المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية. يميننا على طول الصالة. الصالة مساحتها تقريبا 35 متر مربع، يعني 5 في 6 تقريبا 30 متر نقول. أرضية باركيه درجة أولى، بالإضافة إلى ديكورات سقفية. والواجهة الأمامية كمان واجهة بحرية، زي ما انتم شايفين واجهة بحرية إطلالة على البحر مباشرة، شيء ولا أروع. ما ننسى أيضا أنه من شركة بروج العقارية للشقق التابعة للمشروع هذا مكيفين اسبلت هدية، واحدة في الصالة والأخرى غرفة النوم الرئيسية الماستر، بالإضافة إلى طقم الفرن كامل من شركة بروج العقارية. مخرج للبلكونة من جهة الصالة. مساحة البلكونة مساحة جيدة، نقدر نقول 2.5 × 2.5 متر، مساحتها رائعة، وإطلالتها مباشرة على البحر، إطلالة بانورامية رائعة جدا مميزة، بالإضافة إلى الإطلالة الثانية إطلالة المدينة، والمخرج الآخر من المطبخ. تعالوا مع بعض نكمل تفاصيل باقي الشقة. نتوجه نطلع من الصالة نيجي هنا على المطبخ. دواليب المطبخ نوعية جيدة وفاخرة، والأدراج مع الدرج كلها نظام هيدروليك. زي ما قلت لكم الطقم الفرن هذا هو شفاط مع عيون الغاز والفرن، يعني مكيفين وطقم الفرن كامل، ألوان جيدة، ذات كواليتي عالية. نطلع من المطبخ نتوجه إلى تفاصيل باقي الشقة. يسارنا هنا دورة المياه الأولى، والميزة اللي برضو أقول لكم عليها انه دورات المياه كلها مزوده بشفاطات وشطافات، يعني اللي يرغبوها الخليجيين من تكار. مقابل دوره المياه الاولى عندنا الغرفه الاولى. مساحات الغرف جيده، تسع الى سرير مع دولاب ذات درفتين. بجوار الغرفه الاولى عندنا غرفه ثانيه، الغرفه الثانيه كمان مساحتها جيده. الغرف كلها مع الصاله كلها أرضياتها باركيه درجة أولى. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، وموجودة أيضا في دورة المياه المروش بنظام جاكوزي. وأخيرا وليس آخرا غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر، موجود فيها دورة مياه متكاملة، فيها كلوزت ومروش ومغسلة، يعني دورة مياه متكاملة. ومساحة غرفة النوم مساحة جيدة، يعني في دولاب وطقم غرفة النوم كاملة. والشيء اللي قلت لكم كمان سابقا اللي هو المكيف السبليت اللي موجود في الصالة وغرفة النوم الرئيسية، ولها بلكونة خاصة فيها غرفة النوم الرئيسية، بلكونة إطلالتها على الطبيعة من الخلف، وإطلالة جزئية على البحر من الأمام. مشروع بروج رزدنس يعتبر من أفضل مشاريع بروج العقارية كموقع وككواليتي وكبنى والمواد المستخدمة فيها. والحاجة المميزة جدا أنها قريبة من الساحل ومن كل الخدمات، بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة حوالين المجمع وفي المجمع أيضا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشكرا.